من ناحية أخرى، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم أن الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز دفاعات شركائها الإقليميين في الملف النووي الإيراني. وأعربت كلينتون عن قلق الولايات المتحدة من نقل تكنولوجيا نووية من كوريا الشمالية إلى بورما ودول أخرى في شرق آسيا. جاءت تعليقات كلينتون بعد يوم من تعبيرها عن مخاوف من احتمال وجود روابط عسكرية بين البلدين اللذين كثيرا ما تواجه واشنطن أو توجه انتقادات إليهما.